إذا للحديث عن الصراع بين فرقاء العملية السياسية على تشكيل الحكومة وأيضا التسريبات حول مقترحات للحل والحوار تزامنا مع مطالب إسقاط وجوه العملية السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد مرحبا بكم. يعني كما استمعت المالكي يشترط إعادة عقد جلسات البرلمان وذلك يعني مقابل الاستجابة لدعوة الصدر بشأن حل البرلمان وأيضا إجراء انتخابات مبكرة، كيف فهمت هذا الإعلان أستاذ لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فهمته بكل بساطة أنه رفض بأسلوب مزوق، يعني هو يوافق، يقول نحن موافقون على مقترحات الصدر لكن بشرطين. الشرط الأول أنه يعقد البرلمان ويتم تتم المصادقة ومنح الثقة لحكومة يترأسها الشيع السوداني، هذا أول شرط. والشرط الثاني أن يكون هناك إجماع سياسي وطني، ما يسمى وطني، على موضوع إعادة الانتخابات، حل البرلمان وإعادة الانتخابات. إذن هذان الشرطان يشكلان شرطان تعجيزيان ويشكلان عقبة كهداء أمام مقترح أو أمام ما ينادي به مقتدى الصدر وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات خلال فترة أقصاها 6 أشهر. وهو عملية رفض. موافقة يبدو من أول وهلة أنه إيجابي، لكنه بالحقيقة هو رفض قاطع لهذه. أستاذ لبيد، كيف يمكن النظر إلى ما تسرب من مقترح من قبل التيار الصدري؟ هذا المقترح يقضي بتشكيل حكومة ولكن وضع شرطا من دون مشاركة كتلة التيار الصدري وائتلاف المالكي، وذلك من أجل إنهاء الأزمة السياسية. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟ والله إذا صحت الخبر، يعني صح التسريب هذا، فالمقتدى الصدر أوقع نفسه في معضلة أو في تناقض كبير، لأن هذا المقترح له دلالتان خطيرتان. الدلالة الأولى تتمثل بأن الصدر تراجع عن مطلب حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة خلال فترة أقصاها 180 يوم كما نعرف. والدلالة الثانية أن جوهر القضية بالنسبة للصدر هي خلافه التاريخي مع شخص نوري المالكي، يعني لذلك يقترح إقصاء نوري، جماعة نوري المالكي وجماعته، من العملية السياسية. ثم أن هذا المقترح بالحقيقة يوقع الصدريين، ينصح هذا المقترح يوقع الصدريين في قفز كبير، لأن كما نعلم أن مقتدى الصدر والتيار الصدري، ممثلو التيار الصدري، يعني ملأوا الدنيا قولا ووعودا بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين. ثم يعني إبعاد التيار الصدري والمالكي لا يعني أبدا بأي شكل من الأشكال هو محاولة للقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، لأن جميع القوى السياسية بالحقيقة متورطة بالفساد وكثيرة الفاسدين، لذلك يعتبر هذا تخلي عن هذا الوعد. ثم أن الصدر منذ البداية وعد كثيرا بالحقيقة بأنه لا عودة لنظام التوافق السياسي، وإنما البديل هو التوافق الوطني على أساس الأغلبية، يعني أغلبية الوطنية، فهو يعود مرة أخرى إلى نظام التوافق الوطني الذي يمنح الجميع مكانا على الطاولة ويمكن الجميع من الوصول إلى ثروة البلد من خلال المحسوبية والفساد. أستاذ لبيد، أنطلق مما تفضلت به وعرضته قبل قليل، هل ترى أن الحل يبدأ بالفعل من إجراء انتخابات مبكرة أو حتى تعديل دستوري؟ هل تعتقد أن هذا يكفي لإنهاء الأزمة السياسية؟ بالتأكيد لا ينهي الأزمة السياسية. لماذا؟ لأن الحقيقة الأزمة السياسية هي ليست لا يمكن اختزالها بهذا الخلاف بين الصدر وبين الإطار التنسيقي. الأزمة السياسية جوهرها أن الشعب العراقي لا يؤمن بالعملية السياسية. الخلافات والصراعات التي نشهدها الآن ويشهدها الشارع العراقي بالحقيقة هي نقدر نسميها خلافات ل 15%. يعني ال 15% هي نسبة المشاركين بالعملية الانتخابية، مرشحين وناخبين. فهذه الأقلية
هي التي بالحقيقة أنتجت هذه الأزمة التي نشاهدها ويتفرج عليها الشعب العراقي. نعم. جوهر الأزمة السياسية أن الشعب العراقي غسل يده من العملية السياسية، والعملية السياسية في الحقيقة هي ساقطة، النظام حاليا نظام ساقط. نعم. لأن السلطة التشريعية معطلة تماما، معطلة ساقطة، والسلطة التنفيذية أيضا هي الأخرى ساقطة. يعني مصطفى الكاظمي لا نعرف ماذا يفعل الآن، ويقال أن جميع مستشاريه سافروا خارج العراق، والميزانية لم تقر إلى حد الآن، لم تقر. نحن نقترب من نهاية هذا العام، وميزانية عام 2022 لم تقر بعد. نعم. فلا توجد هناك أي رصيد، لا لموضوع الأشغال، لا لموضوع المشاريع، لا لموضوع، بس هناك رواتب تصرفها وزارة المالية للناس، وتصرف شيء ضئيل إلى الخدمات وإصلاح الخدمات هنا وهناك. فالنظام ساقط، ويذكرنا بالأيام والأشهر. طيب أستاذ لبيد، التي عقبت الاحتلال الأمريكي عام 2003. باختصار لو تكرمتم في ذلك، يعني التصريحات من الطرفين، الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري من جهة، هل يمكن القول أن الثقة انعدمت بين شركاء الأمس؟ وما احتمالات تطور الصراع إلى مواجهة مسلحة بين هذه الميليشيات، ميليشيات الأحزاب؟ يعني هو احنا حاليا، يعني اذا كررنا القول بان الانتخابات التي هي انتخابات 15% افرزت حقيقه ساطعه بان جماعه الاطار التنسيقي اصبحوا بالحقيقه افلسوا. يعني هذه القوى التي تعتمد على سلاح الطائفيه وتهجيج واذكاء الفتنه الطائفيه في المجتمع العراقي طيله 20 عاما، هذه القوى افلست. نعم. وهي خائفة من إعادة الانتخابات الآن، لذلك تحاول استرضاء الصدر بأي وسيلة من الوسائل، لأن الصدر يحاول تهميشها، تهميش منافسيه الشيعة. نعم. مما يتيح له الظهور بصفة قوة بارزة تترأس تشكيل الحكومة. فالعملية حاليا لا أعتقد أنها ممكن أن تتطور إلى حرب مسلحة بين هذه الأطراف. نعم. هناك محاولات جادة، وأعتقد أن الأمور ستنتهي بنوع من المصالحة بين هذه الأطراف. وهناك كما ذكرنا في شكراً. مناسبات. نعم. هناك أكثر من صمام أمان يمنع حدوث أي تصادم بين هذه من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.